2013، مع ان انا مش فاهمه يعني، او جالي احساس ان ابعد من كده شويه. ده انت بقالك حاجه ما في 10 سنين. اه سبحانك يا رب. ما اول مره حضرتك استضفتيني فيها كان 2014 تقريبا. ايوه من بعد 2013 كنت لسه طالع صغنن. طيب يعني موجه حاره، وهو عمل عظيم، الواحد لسه بيشوفه والله العظيم من كام يوم تاني عاشر كده يعني، والدور الجميل جدا، والكبير لضم فيه ولا الكبير؟ الكبير لضم. كنت بدأت الكبير في 2011 و12، بس كان الدور أصغر في كل موسم بيكبرهولي شوية. لما الناس الحمد لله رب العالمين عجبهم الدكتور ربيع. دكتور ربيع ده فظيع بالظبط، فبدأ يكبر. سمعتوا عن الغول والعنقاء والخل الوفي؟ عارفينهم التلاتة دول؟ طيب نحط معاهم بقى دكتور ربيع ونقفل الصفحة دي على كده. شوف يا كبير، أنا عايزك تمسك أعصابك، شد حيلك. استغفر الله العظيم يا كبير، أمك حامل. دكتور ربيع نشأ وترعرع في عالم موازي، ثم هبط لكوكب الأرض واستوطن المزاريطة. ده الوصف الوحيد اللي ممكن توصفه لكائن الدكتور ربيع، شكله ولقبه وهيئته وشغلته والبلطو اللي نادراً ما بنشوفه من غيره، كلها حاجات توحي إنه يمكن يكون دكتور بجد، أو على الأقل له علاقة بالطب ولو من بعيد. لكن الحقيقة دكتور ربيع هو آخر واحد تتمنى تشوفه لو عندك صداع، حتى لو مش محتاج دكتور بجد. مجنون ما تعرف، عبقري ما تدري، طيب وساذج ما تقدرش تحكم، لأنه لما بيقدر ما بيعفيش وبيتحول في ثانية. فاهم اللي بيعمله؟ مستحيل، لأن الكوارث دي لا يمكن يعملها حد فاهم هو بيعمل إيه. إيه التشخيص؟ حاجة من ثلاثة، يا جهاز الضغط بتاعي بايظ، يا الساعة بتاعتي مأخرة، يا الواد ده مات. مفركش وملخبط في نفسه؟ لا، ده جان جداً ومدوب قلوب العزارة، وأم الكبير شخصياً وقعت في دباديب. من الآخر كده الدكتور ربيع ما يتوصفش ولا يتفهمش خالص، هو كده ملوش ملكة. يلا راجل هيخلص مننا. وعلاقتي اللي عند الراجل باللي أنا بعمله؟ أنت مش هتخيط له دماغه؟ دماغه إيه وزفت إيه؟ لا طبعاً، أنا عيد ميلاد بنتي وجاي رايح لقيت الزرار بتاع القميص اتقطع فبخيطه. شخصية دكتور ربيع اللي أبدع في كتابتها مؤلفين مسلسل الكبير قوي، وروح دكتور ربيع اللي حلت في جسد بيومي فؤاد، حاجات كده اتحدت مع بعضها علشان يطلع على الشاشة واحد من أشهر الكاركترات الكوميدية على طول تاريخ الدراما المصرية. كاركتر جايب الكوميديا من حتة مختلفة جداً، جمع ما بين كل العجايب اللي في الدنيا في شخصية واحدة، دكتور ربيع اللي دخل الكبير على استحياء لحد ما فرض وجوده وبقى عامود من عمدان المزاريطة مع أشرف وهدرس والحاجة سمانتا وكل عيلة الكبير، وبقى علامة كده في عالم الشخصيات الكوميدية يتعلم منها كل صناع الكوميديا حرفنة صناعة الكاركتر. ربنا رزقني في 2013 ان انا عملت السيريس وعملت التراجيدي اللي بكى الناس في ست مشاهد في مسلسل اسمه مؤقت، المشهد بتاع المشرحه بتاع بنت والكلام ده، كنا اتكلمنا عليه في الحلقه بالظبط، وان ضحك الناس في بعد الفطار على طول في الكبير قوي. فانك تعمل ثلاث انواع الدراما، انك تعمل السيريس دوت وكان دور معقد قوي، دور الراجل الداعيه المدعي اللي بيقول غير ما بيعمل. تمام. والكوميدي الدكتور ربيع هذا الخارف، الدكتور ولا زفت. والاسم في اسمه مؤقت، الدور التراجيدي ده. فإن ربنا يرزقك بثلاث أنواع الدراما في سيزون واحد أو في وقت واحد، والكلام ده دي نعمة من ربنا طبعا. الحمد لله. اشترك الآن واحصل على 50% خصم مدى الحياة على اشتراكات بريميوم السنوية والشهرية. استخدم الكود على watch.com.